الموضوع ينضم إلي من تونس دكتور عبد السلام شقيري، إعلامي ومحلل سياسي. أهلا بك دكتور. إذا تصريحات قيس سعيد في تونس حول المهاجرين الأفارقة أثارت جدلا واسعا وأقامت الدنيا، يعني ما الأسباب التي دفعت الرئيس التونسي للحديث بهذه الطريقة عن المهاجرين الأفارقة؟ نعم، هو في البداية مرحبا بك وبكل متابعي قناة اليوم. هو موضوع ملف الأفارقة وخاصة من جنوب الصحراء هو ملف شائك في تونس، لأنه يجب أن ننسب الأمور في البداية، لأنه جل وسائل الإعلام في تونس تناولت هذا الموضوع على أساس موضوع عنصري وموضوع تفرقة، وهذا غير صحيح، لأنه في تونس كما يعلم الجميع، تونس مثلا في 2011 قبلت أكثر من مليون ليبي من الشقيقة ليبيا جراء الحرب وأثناء الحرب في ليبيا. يعني نحن ليس لدينا أي مشكل في استقبال إخواننا من أي بلد كان، يعني هذا في إطار طبعا التوضيح في البداية. لكن فيما بعد حصلت يعني العديد من المشاكل في تونس تسبب فيها العديد من الأفارقة، ونحن طالبنا بكل بساطة، طالبنا رئاسة الجمهورية وطالبنا السلطات التونسية من أعلى هرم في السلطة إلى كل مسؤول في تونس أن يحدد لنا بعض المفاهيم، يعني أن يدققوا لنا مثلا العدد الجملي لهؤلاء الأفارقة الذين نزلوا إلى تونس، لأن هنالك عديد الإحصائيات الخطيرة التي تقول مثلا كون أكثر من مليون إفريقي موجود في تونس. هل هنالك اتفاقية؟ لأن هنالك من تحدث بامتعاض شديد كون الدولة التونسية يعني تسترت على اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، وهذا العهدة على من قال طبعا، لأنه ليس هنالك أي رد من الدولة. دكتور عبد السلام، يعني الخوف الكبير من كثرة أعداد المهاجرين الأفارقة؟ نعم، هذا من جانب، ومن جانب آخر هنالك تقرير لجريدة الصباح التونسية منذ 4 أشهر يتحدث عن عديد الجرائم بولاية صفاقس مثلا التي بها عدد كبير من الأفارقة التي تسببوا بها، يعني مثل ترويع الناس وترويع المتساكنين، مثل إنشاء منازل للبغاء السري، مثل إنشاء حانات، مثل إنشاء جهاز أمن موازي، وهذا موجود، يعني صرح به العديد من الإطارات الأمنية بجهة صفاقس حسب المقال متاع جريدة الصباح التونسية، وهي جريدة رسمية ومعروفة في تونس. يعني نحن طالبنا بتطبيق القانون. من هم يعني رسميون أو من يمتلكون وثائق رسمية للإقامة في تونس مرحبا بهم، لكن العدد المهول للمهاجرين الذين يرتكبون جرائم في حق الشعب التونسي وفي حق الشباب التونسي، مثل الهجرة غير الشرعية، أبناؤنا يموتون في البحار، يعني هنالك العديد من قوافل الهجرة غير الشرعية المنظمة من طرف المهاجرين غير الشرعيين في تونس، ليس من طرف تونسيين فحسب. يعني نحن طالبنا بتطبيق القانون وبتحديد المفاهيم حتى يكون الشعب التونسي على بينة، وحتى لا يبث الرعب من جديد في صفوف التونسيين. طيب، يعني رأيك بكلام السيد محمد بأن الأفارقة هم يبحثون لن يبقوا في هذه الدول التي هم يعتبرونها أن مناطق عبور إلى أوروبا؟ نعم، مرحبا بضيف الكريم، أحترم وجهة نظره طبعا، لكن من حق أيضا التونسيين أن يتخوفوا من هذا العدد المهول، لأن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها تونس اليوم وخاصة اليوم يعني بعد 10 سنوات العجاف، يعني وضعية مزرية، يعني ليس معناها لدينا حتى المواد الأساسية لتوفيرها للمواطنين التونسيين والعائلات التونسيين، وهذا التخوف هو معناها تخوف من ناحيتنا ومن ناحيتهم أيضا. يعني نحن لا نريد أن يكون لدينا من هم لجأوا إلى تونس ولا يتمتعون بالعيش الكريم. وموضوع التفرقة وموضوع التفرقة على أساس اللون والعرقية ليس موجود في تونس، يعني هذه مشكلة اختلقتها بعض وسائل الإعلام واختلقتها بعض الجهات لطبعا تفرقة الشعوب وللتسبب في مثل هذه الأزمات. يعني ليس لدينا أي مشكل مع اللون أو العرق أو الدين، يعني تونس أرض الاختلاف، تونس أرض الحداثة، تونس البرجيبية المدنية، ليس فيها هذه المشاكل ولم نشاهد هذه المشاكل من ذي قبل. يعني كل هذا مختلق من طرف بعض المأجورين وبعض وسائل الإعلام وبعض الأقلام المأجورة في تونس. الملف ملف اقتصادي اجتماعي بالأساس وملف أمني أيضا بالأساس، لأني كما تحدثت منذ قليل يعني هنالك جرائم ارتكبت من بعض المهاجرين غير الشرعيين في عديد الولايات، وهذه مسائل رسمية يعني صرحت بها السلطة التونسية وتقصت فيها بعض وسائل الإعلام الرسمية والتي لديها ثقة كبرى وواسعة من طرف الشعب التونسي. نحن نريد فقط تطبيق القانون وتوفير العيش الكريم للتونسيين ولغير التونسيين على حد سواء في هذه الأرض، يعني هذا هو، يعني ليس هنالك أي مشكل عرقي أو أي تفرقة أو أي يعني مشكل من هذا القبيل. دكتور عبد السلام، ما تداعيات هذه المشكلة على مستقبل الحكومة التونسية، لا سيما أنه هي تعرضت لانتقادات واسعة داخليا عبر احتجاجات مناهضة وخارجيا من قبل مفوضية الاتحاد الإفريقي؟ نعم، هو طبعا سوف تكون لها تبعات كبرى،
الكبرى، والحكومة اليوم الحكومة التونسية هي في مأزق، لأنه في البداية يجب أن تصارح الحكومة الشعب التونسي بمحتوى الاتفاقية إن وجدت فعلا مع الاتحاد الأوروبي، لأنه الاتحاد الأوروبي للأسف الشديد يعني يفرض على بعض الدول الإفريقية بعديد الشروط، والتي هو يعلم جيدا أنها شروط مجحفة لهذا البلد أو لهذه البلدان، في حين أنه هو قادر على إيواء العديد من اللاجئين، وقادر على توفير معناتها المناخ الملائم والعيش الكريم للعديد من اللاجئين، سواء يعني في كل المأوى الأوروبية المتواجدة هناك، في حين أنه يفرض على تونس وغير تونس مثل هذه الاتفاقيات التي ربما تثقل كاهل الدولة التونسية وتثقل كاهل الميزانية التونسية طبعا في مثل هذا الظرف الدقيق وفي مثل هذا الظرف الحساس. الحكومة اليوم يجب أن تصارح الشعب التونسي، وأن تصارحه أولا بعدد المهاجرين الأفارقة وغير الأفارقة، ليس لدينا أي مشكل عنصري كما ذكرت، لكن طيب دكتور عبد السلام يعني اعذرني على المقاطعة، ولكن لدي سؤال، يعني أليس من واجب المجتمع الدولي ومن ضمنه تونس أن يعمل على معالجة الأسباب المؤدية إلى موجات الهجرة بدلا من التضييق حول حقوق المهاجرين الذين لا يحصلون على أبسطها غالبا؟ بالضبط، أسباب الهجرة، وهل هنالك أيضا مخطط للحكومة التونسية الحالية لقبول هذه الأعداد الغفيرة، وماذا وفرت لها؟ يعني ما هو في الانتظار؟ يعني إذا كان لدينا مخطط فعلي لحكومة التونسية متمكنة من مخططها ومن منهجها في التعامل مع المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين، ليس لدينا أي مشكل. يعني لكن الحكومة دون أي برنامج ودون أي مخطط استشرافي ودون أي مخطط تنموي ودون أي مخططات، من عمل اليوم الشعب التونسي معذور، يعني هو متخوف من هذا العدد المتفاقم، وفي نفس الوقت أيضا متخوف من كثرة الجرائم التي تحصل في الآونة الأخيرة. يعني أمس فقط، يوم أمس، سيدة تونسية أستاذة تونسية تعرضت إلى العنف الشديد والضرب الشديد من طرف مهاجرة إفريقية، ونحن لا نعمم طبعا في هذا، طبعا لا يمكن تعميم هذا الأمر طبعا، وغيرها من الجرائم ايضا المرتكبه. وشاهدنا ايضا بعض المقاطع، مقاطع الفيديوهات لبعض الاخوان الافارقه المتواجدين في تونس يتحدثون فيها عن عوده تونس السوداء وعن عوده تونس الى اصلها الى اخره. كل هذه الفيديوهات اثارت موجه من الغضب لدى الشعب التونسي وايضا ربما لدى بعض المسؤولين الساميين في تونس، مما اضطرهم الى اتخاذ ربما ذلك الموقف وذلك الخطاب. وضحت، أعذرني على المقاطعة، لكن انتهى وقتي لهذه الحلقة. من تونس كنت معي دكتور عبد السلام شقير، إعلامي ومحلل سياسي، ومن باريس كنت معي محمد آدم إسحاق، محلل سياسي. شكرا جزيلا لكم ضيفي الكريمين. مشاهدينا، الاثنين المقبل حلقة جديدة وقضايا جديدة. إلى اللقاء.